اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في لبنان على خلفية حوادث اقتحام المصارف وميقات يدعو لتغليب المصلحة الوطنية. في محاولة للتغلب على أزمة التصاريح، زيلينسكي وقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضائع. برنامج الغذاء العالمي يحذر من وقوع 153 مليون طفل في براثن أزمة الغذاء. نشرة السادسة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم، تحية لكم. قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة لعدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، وقد أصيبوا أثناء أدائهم مهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء. وحرص رئيس الأركان على الاطمئنان على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، حيث أوصى بتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم، وذلك بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال. وأشاد الفريق أسامة عسكر بما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. التقى وزير الكهرباء محمد شاكر اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لبحث سبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وتناول اللقاء استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتعميم استخدام خدماتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة طبقا للمعايير العالمية. وتوفر شبكة جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية. استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن. تضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات مع مختلف الدول. وقد اختتمت هذه الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب الذي عكس مدى ما وصل إليه الضباط المشاركون في التدريب من مستوى راق يؤهلهم لتولي الوظائف العليا. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعالية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. يأتي ذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير جميع المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في الأول من الشهر الجاري، يتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية، مستفيدين من تخفيضات أتاحتها المبادرة على تلك المستلزمات تصل إلى 30%،
وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول عام دراسي جديد. بنعلن اشتراكنا في المبادرة كلنا واحد المرحلة 23، بلان تخفيضات على الأدوات المدرسية بمناسبة دخول المدارس. خصومات بتبدأ من 30% ل 50% على بعض المنتجات. أنا لقيت معظم الطلبات اللي أنا محتاجها لقيتها موجودة في المبادرة. حاجة بتاعت المدرسة كويسة، يعني متناول للجميع. بصراحة المبادرة جميلة جدا، لقيت الأسعار عليها خصم أكثر من 50%، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة دي. معارض المبادرة يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلتها خارج إطار المبادرة. فضلا عن توفر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. أنا اشتريت شنطة وكراسات والأقلام اللي أنا محتاجاها وهكتب فيها في المدرسة. جيت اشتريت الكشاكيل واللونش بوكس وكل حاجة أنا كنت عايزها، حتى اشتريت الشنطة. الأسعار في المبادرة كويسة جدا وأفضل من بره. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفرت كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية بأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تخفيضات مبادرة كلنا واحد. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. إلى جانب المستلزمات المدرسية تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. فعلا حتة المبادرة اللي هو بينزلها كل فترة في حاجات كتير، أيا كان في الحاجات المدرسة أو في الحاجات الغذائية، حاجات فعلا كويسة بتبقى أسعارها كويسة. في عروض وفي خصومات والحاجة ماتيريال كويسة جدا. لقينا هنا حاجات شكلها حلو وسعرها كويس، جبنا كل اللي احنا عايزينه من هنا. جبت كراسة وقلم ومسطرة، والحاجات هنا أرخص من بره. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. كما أعدت منظومة أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية يتم توزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. المبادرة في مرحلتها 23 تستمر فعاليتها على مدار شهر في كافة المنافذ المشاركة لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة وتلبية متطلبات أبنائهم بأقل تكلفة ممكنة. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، والهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط 112 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية، من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
نتحول إلى آخر تطورات الملف اللبناني، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة على علم بما يشعر به الشارع اللبناني، مشيرا إلى أهمية العمل مع مجلس النواب من أجل تحقيق الإنقاذ الحقيقي. وخلال جلسة مجلس النواب لدراسة وإقرار مشروع موازنة 2022، أكد ميقاتي أن إنقاذ لبنان لا يحدث دون التعاون بين الجميع، مع تغليب الوطنية على الشعبوية والواقعية على الإنكار. وكشف أن الأدوية كان يتم تهريبها إلى خارج لبنان، والآن أصبح هناك برنامج لكل مريض لاستلام أدويته، مشيرا إلى أن هناك هدفا واحدا وهو إنقاذ لبنان. دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي بعد حوادث اقتحام المصارف. هذا فيما أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، استنكارا وشكبا للاعتداءات المتكررة على المصارف. وأعربت الجمعية عن اعتذارها لكافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإغلاق، معتبرة سلامة موظفيها وزبائنها على رأس الأولويات. قال متحدث حكومي في تونس إن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور. وقد وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوروبا ألغت جزئيا العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية فقط، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الأسمدة والحبوب الروسية للدول النامية بلا مقابل. أكد بوتين خلال قمة شنغهاي أن هناك 300,000 طن من الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية، وأن الأولوية للدول النامية للحصول على الحبوب. نقوم بزيادة حجم التصدير الغزة والحبوب إلى الأسواق العالمية من 30 مليار طن إلى 50 و90% من المنتجات الغذائية بما في ذلك الحبوب يتم تصديرها إلى أسواق الدول النامية. كما في إطار هذه المنظمة نشجع على تطوير التقنيات المعاصرة والمتطورة في مجال الزراعة والمجالات الغذائية. وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على اتفاق بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضائع. نشرت الحكومة الأوكرانية مرسوم الاتفاق على الموقع الإلكتروني للرئاسة، حيث جاء فيه أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل البضائع البرية المبرمة في مدينة ليون في 29 يونيو من عام 2022، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية. يذكر أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا على اتفاق بشأن نقل البضائع عن طريق البر، من شأنه أن يلغي الحاجة إلى استخراج تصاريح لشركات النقل الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد. Tell you that you have your European friends by your side as long as it takes. أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة 5 سفن محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها. ووفقا لبيانات وزارة البيئة التحتية الأوكرانية، تم تصدير 3.4 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة بالمواد الغذائية الأوكرانية الميناء في إطار مبادرة الحبوب.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عزمها إرسال بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية للتحقق من ادعاءات السلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها. قالت الناطقة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال إحاطة للأمم المتحدة في جنيف إن بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تتحقق من هذه الادعاءات ويسعون إلى زيارة إلى إيزيوم لتحديد ظروف مقتل للأشخاص الذين عثر على جثثهم في المدينة. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم الواقعة في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني. واستعادت كييف المدينة من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضاد في وقت قالت مصادر في الشرطة إنها عثرت على 440 جثة، وكان الجيش الروسي قد سيطر على قرية بوتشا في الأسابيع الأولى للعملية العسكرية قبل انسحابها، والتركيز في المعارك على الجانب الشرقي للبلاد، فيما نفت روسيا ارتكاب قواتها أي مجازر أو انتهاكات بحق المدنيين. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها دمرت طائرة هجومية روسية من طراز سو 25 تابعة للقيادة الجوية الجنوبية فوق منطقة خيرسون. في وقت سابق شن الجيش الأوكراني 9 ضربات جوية على مجموعات معادية في جنوب أوكرانيا وأكثر من 330 ضربة من البر. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ أن المدعي العام في منطقة لوهانسك الشعبية قتل في انفجار قنبلة بمكتبه. يشار إلى أن روسيا قد اعترفت بلوهانسك الشعبية شرقي أوكرانيا فبراير الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 9 مراكز قيادة في عدة مناطق بدونيسك وزابوريجيا ونيكوليف إلى جانب 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة أخرى. أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قد قصفت بأسلحة عالية الدقة نقاط انتشار لواء المشاة الميكانيكي رقم 28 والتابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولايف، مشيرا إلى تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز العمليات الخاصة الجنوبية للقوات الأوكرانية في قرية أوتشاكوف بمنطقة نيكولايف. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية. وأضاف ستولتنبرغ أن الدول يجب عليها الاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع. وأوضح أمين حلف الناتو أن استعادة القوات المسلحة الأوكرانية أرضها أمر مشجع للغاية، ولكنه ينذر بحرب طويلة الأمد. It makes great difference to NATO too. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكبر بكثير في الناتو. أضاف شولتس خلال مؤتمر للجيش الألماني أن الحكومة الألمانية مستعدة لمراجعة تحفظات فيما يتعلق بقواعد التصدير العسكري والتي تؤثر على مشروعات الدفاع المشتركة. وأعلن شولتس في برلين أن قرار بلاده قد يكون مفاجئا للبعض، مشيرا إلى التحفظات والقواعد الوطنية الخاصة بتصدير معدات دفاعية مشتركة الإنتاج أعاقة التعاون مع شركاء أوروبيين وشركاء آخرين في الماضي. Er will Russland in Europa als. Für uns heißt das, wir müssen.
أعلن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار. قالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها إن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة كذلك إلى تدريب عسكري من دون إعلان تفاصيل إضافية. منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ترسل المساعدات العسكرية إلى كييف، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض 15 مليارا و800 مليون دولار، وكانت آخر هذه المساعدات التي أقرتها واشنطن بقيمة 600 مليون دولار تتضمن صواريخ هيمرس، ولكنها لا تشمل صواريخ بعيدة المدى وفقا لما أعلنه البيت الأبيض، وهي الصواريخ التي تعتبرها روسيا خطا أحمر يجب على الغرب عدم تجاوزه. الرئاسة الأمريكية أكدت أن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون تفاصيل إضافية، ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها. وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضا على رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام. كييف طلبت من واشنطن الأسبوع الماضي تزويدها بصواريخ آتاكامس بعيدة المدى والتي تصل إلى 300 كيلومتر، ولكن واشنطن لم ترسل هذه الصواريخ. وجاء التبرير الأمريكي على لسان رئيس الأركان مارك ميلي الذي ذكر مجددا أن صواريخ آتاكامس قادرة على إصابة أهداف داخل موسكو انطلاقا من الأراضي الأوكرانية، موضحا أن واشنطن تخشى أن يؤدي تزويد كييف بها إلى تصعيد النزاع. الإعلان عن هذه المساعدة الأمريكية الجديدة جاء في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوما واسع النطاق ضد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها. أعلنت موسكو أن خط أنابيب قوة سيبيريا 2 الذي تتباحث مع بكين منذ سنوات عدة لبنائه بهدف تزويد الصين بالغاز الروسي سيحل محل خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي بني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب نورد ستريم 2 الأوروبي إلى قوة سيبيريا 2 الآسيوي، ويعتبر هذا الخط استراتيجيا حيث يربط روسيا بألمانيا والمتوقف عن العمل منذ 2 سبتمبر الجاري، وكانت تمر من خلاله ثلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي هذا. ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب قوة سيبيريا 2 الغاز الروسي إلى الصين جزئيا عبر منغوليا. أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود عام 2023، لكن من السابق لأوانها تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق. آفاق قاتمة ما زالت تسيطر على التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي في الربع الثالث من العام الجاري.
في هذا الإطار شدد صندوق النقد على ظهور كم ضخم من البيانات الاقتصادية تشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022. صندوق النقد أكد كذلك على أن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على النمو العالمي، متوقعا أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق في العام المقبل. وفي يوليو الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% في 2022 و2.9% في 2023. في الوقت نفسه طالب صندوق النقد الدولي مسؤولي البنوك المركزية بأن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع. في غضون ذلك توقع صندوق النقد أن يكون الشتاء قاسيا، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا، حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية مروعة، ما يثير من مخاوف الركود. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيتابع خلال مواصلة رفع معدلات الفائدة بصفة شهرية مراقبة كيف تتكيف الأسر والشركات الأمريكية مع الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وكيف يؤثر هذا التعديل على التضخم. خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5%، وذلك وفقا لتوقعات المحللين. وفي بيان له قال المركزي الروسي إن معدلات نمو الأسعار لا تزال منخفضة، مما يسهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي. وأوضح أن معدل التضخم السنوي في الأسعار تراجع إلى 14.3% أغسطس مقابل 15.1% في يوليو، مع انخفاض أسعار السلع والخدمات بعد أن كانت مرتفعة بحدة في مارس الماضي. تبنت الحكومة الإيطالية اليوم حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. أعلن رئيس الوزراء ماريو دراجي خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة للحكومة أن المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو، يضاف إلى ما يقارب 50 مليار تم إنفاقها، أي بإجمالي يتجاوز 60 مليار يورو من المساعدات، لتكون إيطاليا من بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار. هذا وقد تسارع التضخم في إيطاليا في أغسطس الماضي إلى 8.4%، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985. حذر برنامج الغذاء العالمي من أن أزمة الغذاء العالمية قد دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عاما في 82 دولة إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، مما رفع إجمالي عدد الأطفال المتضررين إلى 153 مليونا. وأشار البرنامج إلى أن الأطفال في سن المدرسة يتحملون العبء الأكبر للأزمة الحالية، مع عواقب وخيمة على تعليم وقدرتهم على تعويض ما فقدوه أثناء إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا. نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل أكثر من 200 جندي في اشتباكات الحدود خلال أسبوع. اعتبرت حكومة تايوان أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بالسلام الدولي. جاء ذلك غدا لقاء عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان. وتبنت موسكو موقف الصين باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ورفضت بكين الزيارات الأمريكية الأخيرة لتايوان معتبرة أنها استفزازية.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بكين ستدرب 2000 من أفراد إنفاذ القانون على مدى 5 سنوات القادمة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. وفي حديثه في قمة منظمة شنغهاي للتعاون ما في أوزبكستان، أكد الرئيس الصيني أنه يتعين على الدول العمل على منع القوات الأجنبية من التحريض على الثورات الملونة، كما دعا جميع الدول للانضمام إلى مبادرة الأمن العالمية للصين. أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان ارتفاع عدد القتلى في منطقة باتكين الحدودية مع طاجكستان إلى 59 قتيلا. كانت قرغيزستان وطاجكستان قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء المناوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع. توتر وعنف أصبح هو سيد الموقف في العديد من البقاع الساخنة بالعالم، ولا سيما في السنتين الأخيرتين. وتأتي الاشتباكات الحدودية بين دولتي طاجكستان وقرغيزستان ضمن تلك البقاع الملتهبة، وبسبب سوء ترسيم حدودي تندلع الاشتباكات بين الحين والآخر، وتكاد تؤدي إلى حرب شاملة في كثير من الأحيان لولا التدخلات الأممية التي لا توقفها كليا ولكن تخفف من حدتها. لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان أفادت بوقوع اشتباكات كثيفة تدور في المنطقة الحدودية، متهمة طاجكستان بقصف الأراضي القرغيزستانية بكل ترسانتها المتاحة وبمواصلة نشر معدات ثقيلة. وأشارت وزارة حالات الطوارئ أن سكان قرى حدودية عديدة فروا من المنطقة التي تشهد معارك تسفر عن قتلى وجرحى. من جانبها اتهمت طاجكستان القوات القرغيزستانية بفتح النار على مواقع طاجكية بدون ذكر سقوط ضحايا لديها. وكانت حكومة بيشكيك العاصمة القرغيزية قالت إن وزيري خارجية البلدين ناقش الأمر، إلا أن حرس الحدود قال إن اتفاقين لوقف إطلاق النار انهارا بالفعل. ومن المقرر أن يلتقي حاكم المقاطعتين المتاخمتين للحدود بالبلدين عند نقطة عبور حدودية ضمن محاولة أخرى لتهدئة الوضع. ودعت موسكو التي تربطها علاقات وثيقة مع البلدين اللتين تستضيفان قواعد عسكرية روسية، دعت إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار ينهي الأزمة. أفادت تقارير رسمية جديدة من أرمينيا وأذربيجان بأن الاشتباكات على الحدود بين الجانبين هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل أكثر من 200 جندي، ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال هذا الأسبوع بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت 6 أسابيع في عام 2020 خلفت آلاف القتلى. قالت الحكومة الأرمينية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وذلك لمناقشة الاشتباكات التي اندلعت هذا الأسبوع بين أرمينيا وأذربيجان. تابعت الحكومة أن نيكول باشينيان قد أكد أنه على الرغم من حقيقة أن الحدود هادئة نسبيا حتى هذه اللحظة، فإن التوتر الشديد ما زال يشوب الوضع. وأضافت الحكومة أن باشينيان قد أجرى محادثات هاتفية أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. جددت الولايات المتحدة التزامها بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا بعد تجدد الاشتباكات الدموية. وفي بيان أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مشيرا إلى أنه سيظل منخرطا شخصيا لتحقيق هذا الأمر. خلال زيارته إلى ويلز انضم الملك تشارلز الثالث إلى مواكب إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. قام تشارلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقا الأميران أندرو وإدوارد وقفة صامتة حول النعش لمدة 15 دقيقة.
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الثقافة البريطانية توقف طابور إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة بسبب تضخم الطابور مع تدفق عشرات الآلاف إلى لندن قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين. وقد أوقفت السلطات دخولهم إلى قاعة ويستمنستر مؤقتاً اليوم بعدما تضخمت الأعداد. تعرض شرطيان للطعن وسط لندن وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم توقيف رجل يحمل سكينا. وفي بيان قالت شرطة العاصمة البريطانية إن شرطيين اثنين تعرضا للطعن ويعالجان حاليا في المستشفى، وتم توقيف رجل يشتبه في أنه هاجم مسعفا في حي ليستر سكوير بدون إعطاء تفاصيل حول الوضع الصحي للشرطيين. نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ما تداولته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو. كانت تقارير غربية قد ذكرت أن شخصا مجهولا على متن دراجة نارية قد ألقى قنبلة على سيارة بوتين، ما تسبب في انفجار إطارها الأمامي وتصاعد الدخان منها. وأوضحت أن بوتين لم يصب بأذى وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن قد نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بهذا الحادث. أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يانسين ليركا أن المنظمة الدولية سوف تطلق اليوم تمويلا بمبلغ 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بهدف سد فجوات التمويل الحرجة في 11 عملية إنسانية في أفريقيا وأسيا والأمريكتين والشرق الأوسط. ولفت ليركا إلى أنه مع هذا التمويل الإضافي يكون الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بالأمم المتحدة قد خصصها مبلغا قياسيا بلغ 250 مليون دولار هذا العام حتى الآن، وذلك من خلال نافذة الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل. سجلت الصين أول إصابة بمرض جدر القردة لدى شخص دخل البلاد مؤخرا، قالت السلطات الصحية في مدينة تشونغ تشينغ بجنوب غرب البلاد. إن الشخص قد ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي المتبع للوافدين بسبب فيروس كورونا. وقد أوضحت بكين أن المريض يخضع لعزل في أحد المستشفيات وأن حالته مستقرة. أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة بجدر القردة لرجل وافد قادم من الخارج، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور الأعراض عليها، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدر القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدر القردة حفاظا على السلامة العامة للمجتمع.
أطلقت وزارة الصحة 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنطلق القافلة يومي 16 و17 من سبتمبر 2022، وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية، وتقدم الكشف والعلاج وجميع الخدمات بالمجان في عدة محافظات هي الجيزة والغربية والبحر الأحمر وجنوب سيناء. نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان يدوم الفرح حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد 100 عروسة من أبناء محافظة سوهاج لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة. قال منسق عام حياة كريمة بسوهاج هشام حداد إن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة قد تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم للأهالي في مختلف قرى مصر. تحت عنوان يدوم الفرح، رسمت مؤسسة حياة كريمة البسمة على وجوه 100 عروس من أبناء محافظة سوهاج، بعد أن وفرت المؤسسة مجموعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية الأساسية لكل منزل. سبق ذلك دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة. بتحتفل المحافظة برعاية معالي اللواء طارق الفكري محافظ الإقليم بعرس جماعي 100 من بنات وأبناء الشعب السوهاجي من داخل قرى حياة كريمة، تلك القرى التي تنفذ عليها مشروعات المبادرة القومية، مبادرة حياة كريمة التي حولت الصعيد من صعيد مهمش طوال عقود طويلة إلى صعيد سعيد. المبادرة دي من ضمن المبادرات كتير قامت بها مؤسسة حياة كريمة. هدف المبادرة مساعدة الفتيات الغير قادرات، تأهلهم للزواج، وتم عمل دورات تدريبية لمجموعة من الفتيات للتأهيل للزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والأوقاف. يوم يدوم الفرح عبارة عن تجهيز وتأهيل وتدريب 100 عروسة يتيمة بالمحافظة. الحقيقة ان احنا اليوم ده ما عداش، يعني كان وراء جهد كتير وشهور اصلا عشان خاطر نقدر نختار 100 عروسة من جميع الاماكن ومن جميع القرى ومن جميع النزوع. كان واجهتنا ان احنا نقدر نجيب عرسان او عروسة مؤهلة ومستحقة فعلا ويتيمة بالفعل. حاولنا التوزيع الجغرافي، حاولنا التوزيع الديني على قدر الامكان. حضرتك تجد العروسة بيكون من غسالة، من ثلاجة، من بوتاجاز، من شنطة مستلزمات شخصية لـ100 عروسة. الاحتفالية شهدت عروضا فنية وفولكلورية قدمتها مديرية الثقافة بسوهاج وسط حضور كبير من قيادات المحافظة، بالاضافة الى اسر الفتيات المكرمات المقبلات على الزواج. ان نحن نعمل البحوثات، وبدأنا بقى نجهز الأوراق وقدمناها، والحمد لله برضه مبادرة حياة كريمة زي ما عودتنا دايما انها بتوفي ووفت معانا وعطت كل العرايس كل واحدة جهاز، وكانت فرحة عارمة. انا بشكر مؤسسة حياة كريمة عشان جابت لي الجهاز النهاردة، من غسالة البوتاجاز، التلاجة، الشاشة. أول ما نزلت المبادرة بصراحة نحن فرحنا وفرحنا أسر كتير، نحن بنقدر نساعدهم في حاجات كتير. يعني طبعا لما نزلت مبادرة تجهيز العرايس نزلنا بنفسينا للناس أكثر احتياجا، وتم اختيار بعض العرائس اللي هم فعلا محتاجين الجهاز ده انه يوصل لهم. الاحتفالية شملت عرضا لما قدمته مؤسسة حياة كريمة خاصة في محافظة سوهاج التي ساهمت بشكل كبير في تغير واقع المحافظة إلى الأفضل. العرض تناول ما تم من مشروعات ضخمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية ومختلف القطاعات. المبادرة انبثق منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفر كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. تتواصل جهود الدولة المصرية بكثافة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وأكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وأكد أمنا أن المحافظات لها دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة
وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي. مبادرة غير مسبوقة وشاملة تستهدف جميع محافظات مصر في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. إنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي أطلقتها الدولة لجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها. نظم وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم المصري الأوروبي للطاقة، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق الدورة 27 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وأكد المشاركون في يوم الطاقة الذي أقيم بالتعاون مع وزارات البترول والخارجية والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي أهمية تعاون جميع الأطراف في المجتمع وجميع الدول للمضي قدما نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية. شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تجسدت في الاحتفال بيوم الطاقة الأوروبي المصرية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر للحد من التغيرات المناخية. نحن نحتفل اليوم مع مصر بيوم الطاقة الأوروبي، وقد بدأنا الاحتفال بركوب الدراجات في شوارع الزمالك، وكان هناك عدد كبير من المشاركين، ونعتبر هذا اليوم فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه المناخ وكيفية التقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ. الاحتفالية التي حضرها سفير الاتحاد الأوروبي وممثلون عن وزارة البترول والتخطيط والبيئة لفتت إلى الاستعدادات الأخيرة لقمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. الحقيقة الحدث بتاع النهاردة مهم جداً، لأنه بيتكلم على موضوع بيشغل العالم كله، موضوع الطاقة، سواء توفير الطاقة خاصة في ظل الأسعار المرتفعة بالأحداث العالمية، وكمان علاقة الطاقة بتغير المناخ. احنا ان شاء الله ماشيين بخطى كويسة جدا، على سواء على الجانب التنظيمي او على الجانب السياسي والفني او على جانب الأيام الموضوعية وغيرها اللي هتتم خلال المؤتمر، فان شاء الله نكون جاهزين بفترة كافية قبل نص عشرة، نكون جاهزين تماما كدولة مصرية. وهو مؤتمر مهم جدا زي ما قلت، مؤتمر دولي ليس مؤتمر مصري، تشارك فيه أكثر من 198 دولة، 1500 وزير، بنتكلم على 120 رئيس جمهورية، بنتكلم على من 30 ل 40 ألف مشارك. كما شهدت الاحتفالية العديد من الأنشطة الرياضية للشباب والكبار والأطفال بهدف التشجيع على ضرورة استخدام الأساليب المتطورة في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث. النهاردة في يوم الطاقة بنتعاون مع الاتحاد الأوروبي
في تنظيم ماراثون درجات شارك فيه أكتر من 500 شاب وفتاة، وبدأنا فعاليات اليوم النهاردة وبيشارك معنا كمان أطفال وبيشارك كمان معنا كبار، فمختلف الأعمار بيشاركوا معنا من الجنسين، فدي حاجة لطيفة جدا، وبنعكس يعني دور الدراجة في يعني الحفاظ على البيئة والحد من العوادم الناشئة عن المركبات اللي بتمشي في الشارع. هذا وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الذي يعتبر واحدة من أكبر المؤتمرات الدولية لوضع الحلول والخطط لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة. ونتحول الآن في نشرة السادسة لأهم أنباء المال والأعمال. نتابع مع الزميلة دينا شرف. أهلا بك دينا. شكرا لك ياسر، شكرا لك ريهام، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري. وخلال لقائه مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة، أكد سمير أهمية إقامة شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، خاصة وأن الحكومة تولي اهتماما بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج لتتجاوز 4.7 مليون طن خلال الفترة من أول يناير حتى 14 من سبتمبر الجاري. وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبصل الطازج والعنب والفراولة، إضافة إلى الفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والمانجو. وتصدرت الموالح الصادرات، تلتها البطاطس ثم البصل. تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ حوالي 37 عاما، منخفضا دون 1.14 دولارا لأول مرة منذ عام 1985. جاء ذلك وسط مخاوف بشأن ركود الاقتصاد البريطاني والضغوط الناجمة عن ارتفاع العملة الأمريكية. وتراجع الاسترليني إلى حوالي 1.351 دولارا منخفضا بنسبة 1% خلال تعاملات الجمعة عقب بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة بأعلى وتيرة في 8 أشهر خلال أغسطس الماضي. استقرت أسعار الذهب القرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها للتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% ليصل إلى 1661 دولارا و97 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 954 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1114 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1273 جنيها. وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8912 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط استقرارا إلى حد كبير اليوم، لكنها تتجه للتسجيل تراجع أسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% لتصل إلى 91 دولارا و9 سنتات للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لغرب خام تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% ليصل إلى 85 دولارا و21 سنتا. وفي المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 42% لتصل إلى 3 دولارات و15 سنتا للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.38%
1% لتسجل 8 دولارات و4 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول في وول ستريت اليوم، ليكسر مستوى آثار قلق أو مستوى آثار قلق المستثمرين وزاد من مخاوفهم المرتبطة برفع أسعار الفائدة. وسجلت مؤشرات وول ستريت أدنى مستوياتها في شهرين، إذ نزل ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52%، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31%، وذلك عند الفتح. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 1.31%. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى ياسر وريهام، إليكما. شكرا دينا. انتهت إلى هنا نشرة السادسة، وإليكم أهم ما جاء فيها. اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في لبنان على خلفية حوادث اقتحام المصارف وميقات يدعو لتغليب المصلحة الوطنية. في محاولة للتغلب على أزمة التصاريح، زيلنسكي يوقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضائع. برنامج الغذاء العالمي يحذر من وقوع 153 مليون طفل في براثن أزمة الغذاء. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد. إلى اللقاء.